اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرسل فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. نقرا في موقع الهيانات: ميليشيات مسلحه تغتال مدنيا جنوب غربي بغداد. وجاء في المدى: محللون عبد المهدي سيواجه تحدي إرضاء الكتل السياسية لتنفيذ برنامجه. ونقرأ في موقع كتابات: وزارة سيادية لتيار الحكمة في الحكومة العراقية ومهلة لتقييم عبد المهدي. ونطالع في الجزيرة نت: ليبرمان يأمر بوقف إمدادات الوقود إلى غزة. جاء في العرب الجديد: عودة الانتهاكات للمدن العراقية المحررة، سيناريو 2014 هل يتكرر؟ ونتصفح في القدس العربي: تصعيد إسرائيلي في جمعة انتفاضة القدس يوقع 6 شهداء و120 جريحا. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة: الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويسيطر على مواقع للميليشيات. أهلا بكم. في عهد عبد المهدي سيظل الفساد يمد لسانه ساخرا من كل شيء، وسيبقى ويتمدد، ولن توقفه إلا ثورة العراقيين على هذا الواقع. كيف يمكن لعادل عبد المهدي بعد تنفيذ إصلاحات وتقديرات الأمم المتحدة تقول أن العراق يحتاج إلى $1 تريليون لإعادة بناء بنيته التحتية وقاعدته العلمية والعملية كما تصف الكاتبة، وتغطية حاجياته من المدارس والمستشفيات والمعاهد ليعود مثلما كان قبل احتلاله في 9 أبريل 2003. هذا ما كتبته باهر الشيخلي في العرب اللندنية. الحقيقة أن الواقع العراقي منذ الاحتلال سنة 2003 تظهر فيه كل يوم جريمة سياسية ظاهرة للعيان أو خفية المتورط فيها سياسيون، وكل جريمة سياسية ترتكب في العراق تصبح أكثر بشاعة من الأخيرة لتزيحها بذلك من عرش الفساد في العراق. لكن جريمة سرقة مصرف الرافدين في منطقة الزوية ببغداد في أغسطس 2009 بقيت أم الجرائم، لأن الحكومة العراقية نفذتها ضد نفسها. ولماذا يرد عادل عبد المهدي على اتهامها بالضلوع في هذه الجريمة بعد مضي أكثر من 9 سنوات على ارتكابها؟ لماذا يرد الآن وهو لم يعبأ حينها بالصدى الذي أحدثت وما تضمنته من إزهاق أرواح أبرياء كانوا ينفذون واجبهم؟ لماذا يرد الآن على الاتهامات وهو لم يرد عليها عندما كان يقال وقتها إن زلزالاً سيقع في العراق بسبب بشاعة الجريمة؟ لماذا يرد الآن على تهمة لم تصل في وقتها إلى مرتبة رفع دعوى قضائية رسمية ضده؟ لماذا يرد إذا كانت الدولة المسروقة راضية؟ وإذا كانت عائلات الحراس الشهداء ساكتة أو قبلت بتعويض؟ لماذا يذكر الناس الآن بجريمة بشعة وهو يدخل مبنى رئاسة الوزراء رئيساً؟ هل يستطيع عبد المهدي بعد هذا كله تنفيذ إصلاحات في العراق وهذه المفسدة معلقة في رقبته؟ تقول الكاتبة أن الفساد يأتي بالميليشيات، والميليشيات تجلب السرقة والسطو والاختلاس والرشا والخطف والتصفيات والمحاكم خارج إطار الدولة والقتل خارج القانون وعدم الاستقرار إلى آخره. وعادل عبد المهدي هو ابن ميليشيا منظمة بدر وابن العقلية التي أسست الفوضى في العراق عقب احتلاله وتعاونه مع الدولة المحتلة. إذن كيف ينفذ إصلاحات من بنى فسادا وميليشيات؟
جاء في الشرق الأوسط من الممكن أن يطول الزمن قبل أن يصل عادل عبد المهدي لتكوين وزارته العتيدة، كما أن الاحتمال الثاني هو أن الزمن سوف يقصر بها إن ظهرت، فبقاؤها في الحكم سوف يكون قصيراً. العراق حتى الآن غير مهيئ إطلاقاً للمهدي وما يمثله من أفكار أو توجهات في الحكم. من أجل هذه المقالة رجع الكاتب إلى ما تيسر مما كتبه السيد عبد المهدي، وكان بإمكاني أن أصل إلى شبه قناعة بأن هذا المتحول من الفكر القومي إلى الإسلامي إلى الليبرالي هو رجل أقرب إليه الحلم منه إلى قيادة مجموعات متنافرة ومتصارعة اسمها النخب المسيطرة على السياسة في العراق، بحسب مقال الكاتب محمد الرميحي في صحيفة الشرق الأوسط. واضح أن كل ذلك تنظير يقبله المثقف الحالم، ولكنه لا يطعم الجمهور خبزا ولا يوفر لهم وظائف ولا يمدهم بالكهرباء ولا يتيح لهم شرب ماء نظيف، وفوق ذلك لا يؤمن لهم أمنا. في مقال آخر يبرر عبد المهدي ما هو موجود من نظام قائم اليوم في العراق على أنه على عكس ما يقول البعض قد قدم على متن دبابة هي دبابة الأمريكية جاءت كما يرى عبد المهدي مستغلة لكفاح الشعب. من النادر في العالم أن ينجح سياسي وهو متعلق بالتنظير، بعضهم وهم قلة نجحوا وأكثرهم فشلوا، وفي الحالة الموضوعية للعراق اليوم فإن النجاح بعيد المنال في التحليل العقلاني. يقول عبد المهدي في مكان آخر: علينا جميعا أن نراجع مفاهيمنا وثقافتنا وسلوكنا. أمام عبد المهدي أربع عقبات كؤود: الأولى ما يعرف في العرف السياسي الحديث بالمرجعية التي هي في العراق شكل محسن من المرجعية الإيرانية، مع فارق مهم أن الثانية إيران لها سلطات واسعة تحمل شيئا من المسؤولية. طبعا من التحديات التي تواجه عادل عبد المهدي إيران، وهنا يدخل عاملان: الأول طموحات إيران غير المنكرة من سياسيها وقادتها في التسلط على مقدرات العراق موارد وبشرا، والثاني التنافس بينها وبين الولايات المتحدة على أرض العراق، وهو تنافس في مرحلة سابقة أي المرحلة الأوبامية كان إلى حد ما منسجما، أما اليوم في المرحلة الترامبية كما يصف المقال فهو متنافس إلى حد الصراعي. أما العقبة الرابعة والأخيرة فهي طموحات الناس، الجمهور العراقي الذي يفتقر إلى الأمن وتتسلط عليه فوضى السلاح والفساد من جهة، ورغبة بعض المكونات في الانفصال تحت شعار اللامركزية من جهة أخرى. ونبقى في الحكومة الجديدة، نقرأ في المداح: نبقى في الحكومة الجديدة ورئيسها، من المحتمل أن يواصل رئيس الوزراء الجديد محاولة سلفه للموازنة في علاقات البلد بين حليفيه الخصمين الولايات المتحدة وإيران، بحسب تقرير لصحيفة المدى العراقية. بعد 5 أشهر من المساومات السياسية، تم الأسبوع الماضي اختيار وزير النفط السابق عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة جديدة، ويبدو أنه آخر أمل لإعادة إعمار بلد خربته الحروب والفساد. أسلافه وصلوا إلى السلطة وسط معارك كينونية وجودية ضد تنظيم داعش، ولكن كونه أصبح رئيس الوزراء فإن أمام عبد المهدي الآن تحديا أكبر يتمثل بطمأنة جمهور ناخبين ضاق ذرعا بالطبقة السياسية بأكملها، ويتطلع لرؤية نتائج تتحقق بعد مرور أكثر من 15 سنة على الغزو الأمريكي للبلد. عبد المهدي الخبير الاقتصادي الذي عاش في المنفى في باريس لعدة سنوات قبل أن يرجع إلى العراق في عام 2004 خدم كوزير للمالية ونائب لرئيس الجمهورية وأحد أعضاء لجنة كتابة دستور العراق عام 2005، وبعمره البالغ الآن 76 عاماً يكون عبد المهدي أكبر شخص عمراً يتولى منصب رئاسة الوزراء في العراق بعد عام 2003، ويتميز بسمة الاستقالة من المنصب حال سير الأمور عكس ما يريد، وقد استقال من منصبين تولاهما كنائب رئيس ووزير للنفط.
في المحصلة إن العملية يعني كما يصف فينا عبد المهدي هو ابن العملية السياسية بعد الاحتلال، وهو جاء للسلطة كمرشح تسوية إلى حد كبير، فهو شخص متفق عليه بين كبار الكتل في البرلمان، من ضمنها الكتلة التي يترأسها مقتدى الصدر وكتلة هادي العامري المقربة من إيران. وجاء عبد المهدي أيضا بموافقة من المرجعية الدينية العليا في البلد الممثلة بشخص المرجع علي سيستاني. بعيداً عن قراءة التقلبات الفكرية لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الذي تنقل بين البعثيين والقوميين والشيوعيين والإسلاميين وحتى المستقلين، فإن المرحلة التي كلف فيها بمهمته صعبة جداً، لأنها مرحلة وعي شعبي متنام حتى في مدن الولاء الجنوبية نتيجة الأداء السيء لغالبية القوى المسيطرة على الحكم والفساد المستشري. وبالتالي هل سيكون المهدي سفينة النجاة للعراق أم أنه استمرار الحالة السلبية القائمة في البلاد؟ سؤال طرحه الكاتب جاسم الشمري في مقال بموقع عربي 21. بعض المتابعين يصرون على استقلالية المهدي، واعتقد أن من يقول ذلك يتابع الحالة العراقية من زاوية ضيقة، ذلك لأن الذين جاءوا بالمهدي هم رؤساء الكتل والأحزاب الفائزة بالانتخابات الأخيرة، ولهذا لا يمكن تصور وصوله لرئاسة الكابينة الوزارية إلا عبر بوابة التوافقات الحزبية، وبالمحصلة سنكون أمام شخصية يقال عنها مستقلة، لكنها في الواقع ستنفذ أجندات أو رغبات كافة الأحزاب المتنفذة. ولذلك أظن أن هذا النوع من الشخصيات التي يقال عنها مستقلة هي أشد سعياً لإرضاء كافة هذه الأحزاب، لأنهم هم الذين جاءوا بها إلى رئاسة الوزراء، وبالنتيجة ليكون المهدي حراً بكافة المقاييس المنطقية. الصعوبات التي تواجه المهدي عديدة، وأبرزها ضرورة أن تكون حكومته من المستقلين، وكذلك دعوة مقتدى الصدر إلى إبقاء وزارتي الدفاع والداخلية وكل المناصب الأمنية الحساسة بيد المهدي حصراً، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أي أحد لها. ونحن يمكن أن نتفهم هذا الشرط فيما لو كان المهدي قائداً عسكرياً، أما إبقاء الوزارات الأمنية بيد شخصية المهدي غير العسكرية فهذا الأمر لا يصب في مسار السعي لإعادة الاستقرار في العراق عبر البوابة الأمنية. الوزارات الأمنية في بلد كالعراق هي من أخطر وأهم الوزارات في الدولة، وعليه هنالك ضرورة ملحة في وجوب اختيار شخصيات عسكرية مهنية مستقلة وتعطى لها صلاحيات حقيقية، لأن هذه الوزارات تظهر حقيقة هيبة الدولة وتقضي على المظاهر المسلحة غير الرسمية وتبتر ملف الميليشيات إلى النهاية وتوقف عجلة الإرهاب والاغتيالات المستمرة على قدم وساق. فهل سيفعلها المهدي ويعلنها حكومة عراقية مستقلة، أم أن اعتذاره عن المهمة سيكون في أهم ما سيقوله في برنامجه الانتخابي بسبب تشبث القوى الفاعلة باستحقاقاتها الانتخابية، وهو الخيار الأقرب والأمثل لحفظ ماء الوجه بحسب الكاتب. كان تطورا مفاجئا من حيث التوقيت أن تعمد المندوبة الأمريكية إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى الاستقالة، فقد كانت التوقعات تشير إلى عزمها مغادرة منصبها مع نهاية العام الجاري 2018، لكنها سارعت إلى الاستقالة وفاجأت رئيسها دونالد ترامب والنخبة الصهيونية المتطرفة الحاكمة في تل أبيب بحسب الكاتب محمود الرماوي في مقال بصحيفة العرب الجديد. واقع الأمر أن اختيارها منصبها الذي غادرته حديثاً جاء في سياق اختيار فريق مفرط في ولائه لتل أبيب، من السفير في تل أبيب ديفيد فريدمان إلى مبعوث جيسون غرينبلات والمستشار جاريت كوشنر، وصولاً إلى جون بولتون
علاوة على سعي ترامب إلى إسكات أصوات منتقدة له في صفوف الحزب الجمهوري. وكانت هيلي أحد الأصوات المنتقدة له في أثناء حملة ترامب لانتخابات الرئاسة. وقد تعددت التفسيرات المتداولة وراء خطوة هيلي الدراماتيكية، وعلى الرغم من نفيها إمكانية ترشيح نفسها لانتخابات الرئاسة بعد عامين من الآن، إلا أن هذا النفي لا يعول عليه بالضرورة، فما زال هناك متسع من الوقت قبل أن تكشف عن خططها المستقبلية. وقد منحها موقعها في الأمم المتحدة قدراً كبيراً من النجومية، وبدت كأنها أحد صانعي القرارات العليا، مع وصول جون بولتون مستشاراً للأمن القومي ومايك بومبيو إلى وزارة الخارجية، فقد ضاقت عليها كما يبدو فرص التصدر، على الرغم من أنها تتمتع بمرتبة وزير وتشغل عضوية مجلس الأمن القومي الأمريكي. وقد عرفت هيلي وهي تبلغ من العمر 46 عاما بهوسها في تأييد الاحتلال الإسرائيلي وبمناصبة الفلسطينيين العداء وبغير احتكاكات سابقة بينها وبين أحد منهم باستثناء أنها رفضت في مطلع العام الماضي باسم إدارة بلادها ترشيح الأمم المتحدة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض للعمل مبعوثا للمنظمة الدولية في ليبيا. وكانت الحجة الوحيدة والوجيهة للسيدة هيلي أن فياض فلسطيني. ويختم الكاتب بالقول: سوف تتواصل في الأثناء السياسة التجريبية المتخبطة لإدارة ترامب مع تغيير سريع في الوجوه ومع المندوبة الجديدة المتوقعة دينا باول، فيما تنصرف نيكي هايلي إلى بناء مستقبلها والتنافس مع الرئيس الحالي لخطب ود الجمهوريين وإثارة سجالات واسعة بشأن أنجع السبل المناسبة لمناصبة العداء للعالم برمته وتطبيق شعار أمريكا أولا باعتبار الأمرين متلازمين. هناك تعبير صار شعارا شهيرا هو اعرف عدوك التعبير، هذا الذي استخدم عربيا لعقود ولا يزال يحظى ببعض جلاله، يطال كلما يعرف بإسرائيل أو ينقل عنها أو يترجم لها، وهو سخيف لأنه فضلا عن أسباب كثيرة أخرى يحصر المعرفة بالعداوة، وبالتالي بوظيفة سياسية أو حربية هي ضيقة حتما، وهي بالتأكيد أضرق كثيرا من المعرفة، لكن حتى بمعيار هذا التعبير الشعار فإننا لم نعرف عدونا بحسب الكاتب حازم صاغية في الحياة اللندنية. يسترجع هذا الوعو المفوت والتعبير لياسين الحافظ مع ما نعيشه اليوم، حيث يستمر العزوف عن معرفة عدونا، ففي غابة الصراخ عن الصواريخ ودقتها وعن نهاية زمن الهزائم يصفعنا الواقع التالي: إن الدولة العبرية لا تتبدى قوية في جيشها واقتصادها فحسب، بل أيضا في حصول قيادتها العنصرية والاستيطانية على تأييد أغلبية السكان، يحصل هذا مع استمرار التمسك بالنظام الديمقراطي البرلماني أقله فيما يخص المواطنين اليهود، وهي تركيبة نادرا ما صحت في تجارب سابقة، علما أن صحتها الحالية لا تنفصل عن ظاهرة الشعبوية الصاعدة اليوم في العالم، والتي تدمج الديمقراطية الإجرائية غير الليبرالية أو القليل الليبرالية بسياسات الجموح القومي. أخطر من ذلك أن القوة الإسرائيلية بهذا المعنى المركب أثبتت قدرتها على قضم المجتمعات العربية من أطرافها. لقد استفادت إسرائيل من تصدع مجتمعاتنا بفعل غياب الديمقراطية والتعدد، فأنشأت مواقع لها في لبنان والعراق وسوريا لم تعد سراً على أحد. كذلك لم يعد سراً أن تلك المواقع لم تزدهر إلا في سياق الصراعات الأهلية داخل المجتمعات العربية المذكورة. الكاتب يضيف: ها هم الإسرائيليون وهنا تبلغ المفارقة ذروتها، يزودون قطاع غزة الذي تحكمه حماس بالوقود الذي يشغل محطة كهرباء، فيما ترفض حكومة رام الله ذلك،
وحين نعيد المسألة إلى الخيانة والعمالة فهذا ما لا يفعل سوى مفاقمة الجهل والتجهيل، مر بإسرائيل ومر بأنفسنا وبمجتمعاتنا. أو ليس التجهيل كما يصف الكاتب، أو ليس التجهيل بالآخر هو إحدى نتائج الجهل بالنفس؟ هكذا ختم الكاتب مقالته. بعيدا عن السياسة، بعد إعلان شركة جوجل إيقاف شبكة جوجل بلس للتواصل الاجتماعي الخاصة بها، سيتاح للمستخدمين إمكانية إجراء نسخ أو نسخ احتياطي للمحتويات الخاصة بهم حتى نهاية أغسطس آب 2019، ويمكن للمستخدم تنزيل المحتويات حاليا عن طريق وظيفة تصدير البيانات من جوجل، ولكن يشترط لذلك تسجيل الدخول في صفحة جوجل بلس المعنية، ويمكن إجراء عملية النسخ الاحتياطي للبيانات من مختلف النطاقات مثل الدوائر أو المنتديات أو البث، والتي يجب تنزيلها بشكل منفصل. ويعود سبب إقدام جوجل على إنهاء شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها إلى قلة عدد المستخدمين وانخفاض كافة الاستعمال أو كثافة الاستعمال بالأحرى، لكن الشعرة التي قصمت ظهر البعير كانت الثغرة الأمنية التي سدت في مارس آذار الماضي، والتي تكتمت عليها جوجل طيلة نحو نصف عام قبل أن تكشف عنها قبل أيام. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.